المليحة الغوطة الشرقية 4/5/2014 لليوم 33 والمليحة تدمر دمار هائل في الجامع الكبير في بلدة المليحة جراء القصف صواريخ أرض أرض وغارات جوية على البلدة. حسبي الله ونعم الوكيل. مأذنة الجامع دمار في مأذنة الجامع الكبير. المليحة الغوطة الشرقية 4/5/2014 لليوم 33 على التوالي والحملة الهمجية الطائفية على بلدة المليحة دمار هائل في الجامع الكبير جراء سقوط صاروخ أرض أرض عشرات الصواريخ وعشرات الغارات على بلدة المليحة. المليحة تدمر. حسبي الله ونعم الوكيل. جامع المليحة الكبير مكان سقوط الصاروخ المليحة تدمر. حسبي الله ونعم الوكيل. دمار هائل في مسجد المليحة. دمار هائل. الو المليحة الغوطة الشرقية 4/5/2014 لليوم 33 على التوالي والمليحة تدمر دمار هائل في المسجد الكبير. حسبي الله ونعم الوكيل. مسجد المليحة الكبير دمار هائل. مكان سقوط الصاروخ الأرض أرض. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه هي المليحة صامدة لليوم 33 على التوالي. حسبي الله ونعم. المليحة صامدة بإذن الله. بإذن الله. هي مكبرات المادنة كان يطلع منها صوت الله أكبر. مكبر المادنة تم تدمير مأذنة الجامع الكبير. قبل العصابات الطائفية. حسبي الله ونعم الوكيل. بدهم يخفوا صوت الله أكبر.